من مركز القيادة إلى العميل روستوم أبو ريش. هل تسمعني؟ تمام يا فندم، أسمعك بوضوح. مش عايزك تنسى إن مهمتك دي هي آخر فرصة ليك، فإذا فشلت المرة دي كمان اعتبر نفسك مفصول نهائيا. تمام، هعلم يا فندم. ادي البلاوي اللي بتتحدف علينا في صباحيه ربنا دي. يعني ايه مش هتاخد الحاجه؟ ما عندناش بضاعه بترجع يا ابني. انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ تعال هنا وحات ربنا، ما انا سايبك. هو انا يا معلم شركسي، هو انتوا تايه من عندكم دي؟ هو ايه اللي هو في ايه؟ بس هو في حد هنا؟ ايه؟ الو الو تسلم. تمام كده احسن. انت فهمني دلوقتي. انصرف انصرف. ممكن تهدى؟ انصرف. انا عارف ان ده غريب بس انا مش عارفك. لا تأذيني فرصه بس اشرح لك اللي بيحصل. لا تأذيني ولا أذيك. قلت لك اهدى. انا مش عفريت ومش هاذيك. انا العميل رستم ابو الريش وجاي في مهمه للقبض على المعلم الشركسي. طب لما انت جاي للمعلم انا ذنبي ايه؟ انا حقيقي بعتذر لك عن كل اللي حصل ده. انا هشرح لك كل حاجه. انا عميل في المنظمه السريه لمكافحه الفرقيه، ومهمتنا الاساسيه هي الحفاظ على الباقي من جنس الطيور وحمايتهم من شرور البشر. لكن مش كل البشر. انا اسف. دي مش اول مره تفشل في مهمتك يا رستم. احنا مهمتنا القبض على الفرارجيه وانت رايح تقبض على مهندس؟ بس يا فندم ده كان هيكشف كل. انت فاشل. اتفضل بقى من قدامي. انت كده استنفذت كل الحلول اللي في ايدي. أنا كل اللي نفسي فيه بس إن أنجح ولو في مهمة واحدة علشان بنتي تكون فخورة بي. أنت فعلا مالكش ذنب. أنا في كل الحالات فاشل، فمفيش داعي كمان أأذي حد بريء. من دلوقتي انت حر. استنى، ومهمتك؟ انسى، انا اضعف من اني انفذها. لا منساش. بص، حتى لو انت فكهاني، اقصد عميل جبان، بس بنتك شايفك بطل. مش علشان انت اشجع واحد في الدنيا، عشان انت ابوها. وهيفرق ايه فشلي من نجاح؟ هيفرق في اننا هنبقى قدرنا نحميه من شر الشركسي وامثاله. ومش بس هي ومجتمع الدول، مجتمع البشر كمان. <تصفيق